الموسيقار والباحث والأكاديمي دكتور الفاتح حسين. فترته الأولى قادته إلى طريق الفنون، المكان والعائلة والتعلم، جميعها شكلت وجدانه وفكره. صاحب مبادرات ومواقف في مجاله، يحمل هم الموسيقى السودانية ونشرها بين أهالي الدنا. يمسك بقضيته السودانية في قلبه كما يمسك بأوتار جيتاره بين أنامله. عصفا وحديثا نجري معه حوار الفن والسياسة عبر أوتاره الإنسانية. دكتور الفاتح حسين، أهلا بك على فن السياسة. ونعلم أنه بداية تعلقك بالموسيقى كانت منذ بواكير طفولتك بوت بدني. كلمنا عن ذلك الفتى الصغير اليافع في ذلك الوقت ومدى تعلقه بالموسيقى وكيف شب على حبها. طيب، شكرا لكم لزيارتكم اليوم الحافل الأول. ويعني أنا يمكن يكون لي تاريخ طويل جدا جدا مع الموسيقى بالتحديد، يعني يمكن قد يكون من 6 سنين. أنا بتذكر كنت بردد الأغاني مع الرادي وأغاني كبار الفنانين في وقتها. ويمكن الجو الأسري اللي عشت فيه أنا، يعني الأسرة كان فيها بعض من الخال كده بتاع كانوا بيعزفوا وبيغنوا. غير كده أنا تربيت أو تولدت في حي اسمه حي دردق من ناس مدني، وحي دردق ده كان يعني مليء جدا جدا بالموسيقيين، يعني عاش فيه برضه موسيقيين معروفين كبار جدا جدا. خرج منه مجموعه من الاسماء اللي عرفت كثير جدا جدا. وغير كده يعني كان في الاحتفالات اللي بتكون في دردق المناسبات، يعني فكنت حريص جدا جدا انه احضر وانا صغير يعني الحفلات وكده. يعني فالمساله هي تاريخ بعيد جدا جدا. وبعد ده كان التعلق بدأ تكون بالرسم في الاول. انا كنت بحب ارسم وانا صغير، وبعمل السينما وبعمل معارف عربات السيلي، الحياة كلها تكون فيها تخصص فنية كده. إلى أنه يعني يمكن تكون أول آلة كنت أعزف عليها وأنا كنت في أول ثانوي عام وقتها، كانت هي ألتر هارمونيكا. وألتر هارمونيكا طبعا من آلات صعبة جدا لأنها تعتمد على النفس، والنفس بيكون في صعود وهبوط باستمرار عشان الواحد يطلع اللحن، وتعلمتها بسهولة. ودي كانت نقطة انطلاق يعني من الهارمونيكا للعود ومؤخرا للجيتار، وده كان في الفترة بتاعت السامي العالي او في مدن السامي العالي. وبعد ذلك تخصصت فيه. بعد ذلك دخلت كليه الموسيقى. طيب، الفرق الموسيقيه ومراكز الشباب الثقافيه هل كان لها دور ريادي في ذلك الوقت؟ بالتاكيد، لانه انا اول جيتار كهربائي يعني اعزف عليه. وانا طبعا قبل كده يعني لانه ما كان في الوقت ذاك اسره تقول تشتري لا اله يعني او موسيقى. النظره المعروفه بتاعت المجتمع تجاه الفنون هسي ما بالك زمان كانت كيف. يعني كنت بتعتمد على اجتهاداتك الشخصيه. اجتهاداتي، عملت لي جيتار براي من الصفيح، قطعت الصفيح شنو بتاعه، وانا عملت فيه اوتار حق سلوك العجلات دي وابتديت اعزف عليه. طبعا هو شكله جيتار لكن انا التون طالع صوت طالع من جيتار. لكن يعني اول انطلاق انا عمري 16 سنه كان في مركز شاول مدني. بعد ذلك تدرجت بعد المرحله الثانويه، وكان اختيارك لكليه الموسيقى. نعم، أو كان معهد الموسيقى والمسرح في ذلك الوقت. نعم. كلمنا عن هذه الانطلاقة.
هي رغبة طبعا، يعني كان رغبة شديدة جدا جدا في ان انا ادرس مزيكا. يعني انا حقيقة ما كنت شايف نفسي غير انا اكون مزيكاتي يعني من صغير يعني. فالمعهد يمكن الاسرة كان في احتراط في الاول فان انا اخش المعهد باحترام، وقتها كانت الشهادة حقتهم مقيمة، لكن المعهد لما وضيف للتعليم العالي واصبحت شهادة جامعية انا هنا شجعتها واصبح كلية فيما بعد دهس يعني كلية في التسعينات ايوه. لكن دخلت المعهد سنة 80 دي الدفعة بتاعتنا نحن، واحنا اصلا كلنا دفعه كلنا يعني اتخرجنا من الدوره المدرسيه بقدر بقول يعني، لان الدوره المدرسيه وكل الدفعه اخذوها طلاب في معهد الموسيقى. ويعني كانت الاسره متحفظه في ذلك الوقت على اختيارك للتخصص الفني كدراسه؟ يعني هي الاسره طبعا ممكن تكون الوالده اكثر حاجه، الوالده طبعا بتخاف على حكايه الفنانين والسهر وشنو كلام زي يعني. لكن في النهايه ما كانت هي بتحترض لانه اساسا هي ذاتها يعني بقول فيها جانب فني كبير جدا جدا. فالمعهد يعني لما انا دخلت المعهد يعني كان بتشجيع برضه من ناس كتار جدا جدا، فانا لازم انا اخش معهد الموسيقى والمسرح. وبالفعل يعني انا يعني عملت المعاينات وساعدنا كثير المرحوم الاستاذ علي مرغني وقتها لانه كان ماسك المناشط بتاع الدوره المدرسيه وشاهدنا نحن نعزف. غير كده انا اذكر استاذين ما انساهم في حياتي اللي هو الاستاذ انس العاقب والدكتور طبعا هسي والدكتور المحي سليمان، ونحن في الدوره المدرسيه جايين من مدني اغاليم يعني كنا بنشتغل في عرضنا في مسرح بتاع مركز شام درمان. وقتها كان زميلي عثمان ناي معاي، عثمان سواق دجالات اسس دجالات. فبتذكر بعد ما انتهينا من الفاصل بتاعنا بتاع مدني الثانويه جاء انس العاقب وجاء المحي سليمان واصروا على الاثنين بانه لازم نخش معهد الموسيقى والمسرح. وقتها انا حكيت المعهد محله وين بيقدموا لك كيف، ما كنت عارف كان في تشجيع قوي والحقيقه الحمد لله بس كلنا باستمرار يعني يقراوا هذه الموهبه بداخل يعني باستمرار. انا كل ما انا طبعا اساتذه وزملاء في الكليه مع بعض بندرس مع بعض يعني فباستمرار كل ما نقعد كده ونتونس بنتذكر اليوم ده واصرارهم فانه احنا لازم نخش كليه الموسيقى او معهد الموسيقى زمان كيف يعني. طيب يا دكتور، في اواخر الثمانينات قمتم بتشكيل فرقة السمندل، كنت كعضو ومؤسس في ذلك الوقت وكانت محطة هامة في مسيرتك الفنية. بالتأكيد السمندل هي ما بدت من فرق يعني، يعني احنا وطلاب في معهد الموسيقى ممكن نكون في الصف الرابع 82 83، معي زملائي هسه هم مهاجرين في امريكا اللي هو مروان زين واحمد عثمان، هم بيعزفوا كمانجات وانا على الجيتار وكلنا متخصصين في الات يعني. فكنا بنعمل عملنا فرقة صغيرة سميناها تريو يعني ثلاثي جيتار وكمانجتين، وكنا بنقدم عروض في الجامعات وكده. والمسألة لقت يعني انتشار وسط الجامعات وتشجيع من الطلاب، كانوا بيقولوا لنا انتوا ثلاثة ليه ما تعملوا فرقة كبيرة. تدريجيا بدأتوا في نفس الوقت احنا كنا يعني اقدر اقول لك كنا نجوم في فرقة محمد الامين، لان كنا لازم محمد الامين يعني كنا موفقين بين شغلنا محمد الامين والشغل بتاعنا بتاع التريو اللي هو احنا بنعمل كشيء ثقافي بلا مقابل من الطلاب يعني. ومن هنا جات الفكرة. ف 86 انا اسست فرقه السمندل، وقتها كان يعني مرغني كان في روسيا لسه بيدرس بحضر، واحمد عثمان كان في العراق هاجر كان. ولقيت نفسي انا يعني براي، فمع مجموعه بتذكر من الشباب جات الفكره فانه احنا ليه ما نكون فرقه؟ ليه اشد درسناهم في المعهد ده بنحاول نطبقه؟ دي كانت الفكره. وبالفعل يعني بدينا ناخذ في اعمال سودانيه الناس عارفاها حافظاها ونوزعها يعني زي وانت في المسال المغازل ام روبا كده تاخذوا عالي بعض المعاليات أيوة الفنيه. هي كنا بنفكر فانه احنا يعني الشكل التقليدي للاوركسترا السوداني ده نحاول نغيره بشكل بتاع توزيع وشكل شكل علمي بتاع اوركسترا معنى اوركسترا. وان كان السمان ده انا بقدر اقول هي اوركسترا، لان الاوركسترا عندها مواصفات وعدد عازفين معينين، لكن نقدر نقول لها فرقه موسيقيه اهتمينا احنا. وكانت في حاجه مهمه جدا اللي هي اهتمام بالتراث، احنا كنا بنحاول ناخذ الاعمال الغنائيه الشعبيه سواء من جبال النوبة وغرب السودان أو من أي حتة من السودان، وبنحاول نعزفها ونظهرها للناس بأن ده السودان، ده التنوع بتاعنا وكده. فكانت فكرة في وقتها يعني لاقت هجوم يمكن تكون، لكن لاقت برضو قبول من عدد كبير جدا من الناس يعني. كان الهجوم ليش بالضبط في الفرقة؟ الهجوم طبعا هو النظرة بتاعت الأكاديميين اللي هي دي مشكلة حتى اليوم يعني. يعني في صراع بيحصل ما بين الأكاديميين وغير الأكاديميين، بيفتكروا أن الأكاديميين ديل يعني جو كده وحبوظوا الموسيقى السودانية وحيعملوا تفكير زي ده يعني. أفتكر تفكير خطأ حسب يعني هم فهمون هم، لأنه ما في شيء بتطور غير العلم، بدون علم ما في حاجة بتطور.
يمكن اللي أكد تجربة فرقة السمندة الموسيقية إن وجهت لها دعوات من الخارج وشاركت في محافل عربية وغربية. كيف قدرتوا أن تعكسوا صورة السودان خارجيا؟ والله أفتكر كانت هي من ضمن التجربة يعني ما سهلة. يعني يمكن أنا هنا أوجه شكر للأخ صلاح من زملاء بالريش، لأنه هو الذي تبنى هذه الرحلة اللي دامت 4 شهور لفينا فيها كل الدول الخليج. تدرجت في طريق الاحتراف وواصلت في الدراسات العليا في روسيا. نعم. وكان أنا ذاك من يحضر ويواصل في دراسات في تلك المنطقة تحديدا يوصف بأنه يساري. هل أنت فعلا يساري الفكر كما يشاع؟ أنا ما هي حاجة. أنا شخصيا يعني إذا تكلمنا في السياسة يعني ممكن أقرأ عن السياسة، ممكن أفهم في السياسة، لكن عمري ما اتجهت لأي. لماذا تتبرأ منك كأن تهمة؟ لا ما كده، أنا بفتكر أن الفنان بالتحديد وجهة نظرنا طبعا ما يسيس نفسه، لأنه منصب الفنان سيس نفسه حيبقى هو عمل مؤطر. أنا فنان للسودان كله، أنا راجل بحب السودان ووطني في تعاملي مع السودان. الدراسة في الغرب هل أثرت على مفهومك وعلى طريقة تفكيرك؟ بالتأكيد طبعا. ماذا أضافت لي؟ بالتأكيد يعني أنا من فضة روسيا، أكاديمية روسيا الموسيقية، يعني دي أكاديمية ما سهلة، تأسست 1924 وما كنت أتوقع فأنه أنا يعني حيخدوني فيها، لأنه لابد كنت أمر بمزرعة بتاعت معينة. وإحنا طبعا المعهد عندنا معهد الموسيقى اللي أنا طلعت منه كبحث أصلا هو معهد الموسيقى، يعني المستوى اللي بنتخرج به حقيقة هو كان بيعادل هناك المستوى. يعني شوف أنا تخرجت واشتغلت أستاذ والمعهد وداني بحث روسيا، اكتشفت أن المستوى بتاعي والبدرس بقى الأستاذ ده هو مستوى الطلاب بتاع المدارس. ليه؟ لأنه المعهد عندنا أصلا هو جاء متأخر خالص، يعني أسس سنة 69 أو الدراسة بدأت 69. يعني هل المناهج اللي كان بتدرس لكم لا ترقى إلى العالمية مثلا؟ لا مش لا ترقى، إنما في الدراسة المبكرة، يعني الروس أو الدول المتطورة التخصصات دي عندهم شيء أساسي. الطفل من صغير من 7 سنين بيعرف أنه حيكون شنو، يا موسيقي يا إعلامي يا دكتور بشري مثلا، فمستغير بياخد هو المادة التخصصية دي بالإضافة للمواد الثانية مثلا زي عندنا هنا العربي الدين الجغرافي وكده، لكن بيركزوا مع المادة بتاعته. فالأكاديمية طبعا درست فيها والحمد لله تحس المعاينة وقبلونا فيها. الأستاذ بتاعي بتاع الجيتار كان بيقول لي كلام واحد، فأنه طبعا إحنا بندعان معاك لأنه أنت أصلا ما درست عندنا، أنت جاينا من السودان وإحنا عارفين يعني المستوى كله حيكون شنو يعني. فإحنا مديك سنة عشان تكون ولو قريب تمهيدية ولو قريب للطلب تاع الأكاديمية. إذا فشلت في السنة دي أنت هترجع السودان أو تمشي تسمع شوفها الصور دي. كانت اختبار حقيقي يعني. جد يعني. فالسنة أنا قاعد بتذكر في موسكو دي ما كان عندي حاجة غير الجيتار، يعني كنت أكون ماسك جيتار مثلا 6 ساعات 7 ساعات بتمرن عشان ما أفقد الفرصة دي. خلاص أنا شفت الحاجة وشفت الأكاديمية وما بقدر تاني أخليها بأي حال من الأحوال، لازم أخش. فيعني كانت صراع جدا جدا، الأستاذ ساعدني جدا جدا البروفيسور هو اللي درسني وأجتست المعاينة والحمد لله يعني. فبعد ذلك بقيت ألاحظ في الأكاديمية اهتمام الروس بالموسيقى الشعبية بتاعتهم اللي إحنا ممكن نقدر نقول في السودان إحنا فاقدين الحاجة دي. يعني في ديبارتمنت أو الشعبة كاملة دي حقة الآلات الشعبية والموسيقى الشعبية استطاع أن يصل للعالمية بالتغلغل في محلية بالمحلية. يعني ده أكد لي فعلا الكلام ده يعني أنه الانطلاقة العالمية بيجي من المحلية. يعني اهتمام كبير جدا جدا بالموسيقى الشعبية، نسبة الطلاب اللي بيدرسوا الموسيقى الشعبية في الأكاديمية أكثر من اللي بيدرسوا الموسيقى الحديثة اللي هو إحنا. يعني الجيتار عنده قسم، البيانو عنده قسم، فهم عندهم آلاتهم الشعبية اللي بيدرسوها وعندهم الكورال الشعبي بتاعهم. فالحاجة لفت نظري وبعد ذلك بقيت علاقتي معهم حميمة جدا جدا، وكنت في كلها بتمنى أنه 200 في السودان ممكن يكون في حاجة زي دي، أنه يكون عندنا ولو جزء مخصص في كلية الموسيقى والدراما قسم يدرس الطنبور، يدرس الكيكي، يدرس النجارة، الطلبة يعرفوا تاريخ الحاجات كل الآلات الشعبية السودانية. ايوه، لأنه دي ثقافتنا احنا بدنا نخليها، احنا لابد نبرز ثقافتنا بأي شكل من الأشكال اللي قدام. كان موضوع بحثك لنيل درجة الدكتوراه عن الجيتار في الموسيقى السودانية ما بين النشأة والتاريخ والتطور، إلى ماذا أريد أن تتوصل حقيقة؟ بالنسبة للجيتار طبعا يمكن ده ممكن يعني برضو متأخر جدا عن الجيتار، دخل السودان في نصف الخمسينات سنة 55 ولهنا، ما قبل ذلك ما كان في جيتار. وعليك أنا بحكم أن أنا عازب بتاع الجيتار، ودي فرصة برضو أوضح للناس، في ناس بيقولوا دكتور الفاتح حسين عامل الدكتوراه في الجيتار، أنا ما عامل دكتوراه في الجيتار في العزف،
انما انا عامل بحث في الجيتار فانه هو كيف دخل السودان، اوائل استخدموا الجيتار ديل كانوا منه وكانوا بيستخدموا كيف. فالمرجعيه بتاعتي كانت الاستاذ شرحبيل احمد لانه هو من اوائل الناس اللي عزفوا الجيتار في سنه 55. بروفيسور الفاتح الطاهر ديل من اوائل الناس اللي عزفوا الجيتار. فلانه ما في مراجع وانا البحث بتاعي بحث توثيقي اصلا اكثر ما يكون هنا، اقصد يكون فيه تحليل للماده المقدمه. رايت في انه انا ليه ما اتناول الجيتار وانا استاذ جيتار في كليه الموسيقى وكده طبعا في موسكو. وزي ما قلت لك كلامي برضه قبل انه انا حبيت عند الروس مثل اهتمام بالموسيقى الشعبيه. فانا قلت طيب احنا بندرس مع هذا الموسيقى والمسرح، ليه انا ما ادرس الجيتار ده الماء السوداني ده لكن اطوعه او اعمل له ما نقدر نسميه توطين في السودان. البعض يعتقد انه قد يعيق استخدام الالات الحديثه تاليف نوتات موسيقيه شعبيه. انا افتكر طبعا دي نظريه ما صح، ليه؟ لانه انا ممكن اطوع الاله. يعني انا اواصل في حديثي في انه آلة الجيتار لما دخلت سنة 55 طيب استخدموها انا الشرحبيل احمد كانوا بيوزنوها زي العود لانه ما كان عارفين الوزن بتاعها المضبوطه. يعني حتى الشرحبيل كان بيقول لي كلهم يقول لي عود الخواجات للجيتار. يعني يمكن الجنوبيين هم ساهموا مساهمه فعاله فانه الجيتار يتعرف في شمال السودان بشكل اوسع. ده كان من الجنوبيين لما قام التمرس سنه 55 فكل المدرسه بتاعت ترومبيك اتحولت جات هنا في جمطره المشرف في الداخليات حقت الجامعه. وقتها استاذ شرحبيل كان رسام في دار النشر عم مكتنجو مدينه الصبيان وبتاع، فاكتشف انه عرف انه الجنوبيين الطلبه ديل بيعزفوا الجيتار فقعد معهم ومن خلالهم هو عرف كيف يدوز الجيتار ويؤلف بالجيتار كيف. المساله بتاعت الالات واستخدامها في يعني في التاليف الموسيقي، المؤلف الموسيقي بالتاكيد هو لما تجي الفكره انه عايز يالف ويوزع لانه في تاليف وتوزيع بيكون خاطف في راسه الات معينه. يعني انا لو تناولت مثلا اي عمل شعبي عايز انفذه بالات حديثه انا ما بختار اي اله عشان تقدم اللحن، لازم تكون الاله اللي بتعبر عن هذه البيئه. نعم، يعني انا مثلا بستخدم الجيتار في 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 بعض المقطوعات اللي الفتها انا وقاصد اعمل كده انه بحاول اعمل فيه صوت اديني يعني حاجه تشبه الطنبور في بعض المقطوعات. برضه في واحده من المقطوعات البعض تتناول السيره والبعض عن الدليل. ايوه، يعني بحاول استخدم الجيتار بالتكنيك يعني بكون بشاهد بفتكر انا ما بعرف بعزف لكن انا قاصد انه اعزف بالطريقه دي لانه بعبر لي عن اله الربابه عند النوبه مثلا، اعزف شكل الطنبور ده بعبر لي عن شمال السودان. اللي هو قلت لك هي عمليه توطين للاله في الجيتار الما السودانيه في الموسيقى السودانيه.
يعني نعلم تماما أن الشعب السوداني يطرب للكلمة الملحنة، ولكن الألحان لوحدها مسألة ما زلنا نكتسب ثقافة الاستماع لها. فزمان حتى محمد عبد الوهاب كان بيصر أنه يقدم معزوفة موسيقية طويلة جدا قبل أن تدخل أم كلثوم عليه أو غيره من الفنانين. أنتم حاولتم أن تستحدثوا هذه الثقافة داخل المجتمع السوداني. نعم. ماذا فعلتم تحديدا عشان تنقلوا أذن المستمع لتتقبل هذا الأمر؟ نعم. هنا نفرق بين الموسيقى البحتة والموسيقى المصاحبة الكلمة والشعر. شيء طبيعي جدا جدا الموسيقى المصاحبة الكلمة هي توصل سريع جدا جدا للمتلقي. ليه؟ لأنها فيها مفردات، المتلقي مجرد ما يسمع بيفهم أمر القصيدة بتعبر عن شنو، يعني هل هي يعني حب، هل هي عاطفة، هل هي أي فكرة قد تتناول، أي فكرة واضحة من الكلمة. الكلمة تتعامل مع الموسيقى البحتة، ودي مش في السودان، يمكن في العالم كله صعب التعامل معها في مثل السمع، صعب جدا جدا. ليه؟ لأنه أي فرد زي ما ذكرنا قبل بفسر المقطوعة والعمل الموسيقي زي ما هو داير، وفي ناس ما بيحبوا الموسيقى كله بيقول بس فنان غنانا بصوته ما داري الموسيقى يعني. يعني دي كلها طعم أمزجة بتاعت ناس. لكن أنا من وجهة نظري لكن هناك مزاج غالب على فئة كبيرة هي الغنية، هي الغنية طبعا. ليه؟ لأنه أساسا المجال بتاع الموسيقى البحتة إذا مسكنا على مستوى العالم السيمفوني ميوزيك اللي ألف في سنة 1800 و1700 ما كان فيه غنى، كان موسيقى. الموسيقى دخلت والغنى بتين في لما ظهرت القصة بتاعت الأوبرا، الأعمال الأوبرالية. هنا ظهرت الموسيقى مصاحبة للغناء، أنه المغني بيمثل وبيغني في نفس الوقت مصاحب بالموسيقى. ففي السودان احنا المسألة عندنا اصلا هي متاخره كلها، يعني من دخول الالات من كله احنا متاخرين جدا جدا في المجال ده بالتحديد. عشان كده الكلمه هي الماشه، الناس اللي مربوطه بالحقيبه، فتره الحقيبه والكلام اللي فيها، بدل انه فتره الحقيبه اذا مسكنا الحان كثيره جدا جدا نلقاها كلها لحن واحد بتغير جواه الشعر، لكن اللحن في شكل تاليف هو واحد ما تغير، بيشيلوا الشعر بيحطوه هنا، بيشيلوا الشعر بيحطوه هنا. يعني ما كان في اهتمام بالموسيقى المصاحبه شكلها شنو، او ممكن تكون كيف، او ممكن هم طوروها كيف. انا بوجهة نظري دائما الموسيقى هي الماشي فيها تطور اكثر، يعني على مر العصور من زمن باخ وبيتهوفن ومن عصر الباروك، نقدر نقول عصر الباروك ده هو عصر اهتم بالزخرفه والحليات، وده ظهر في شكل المعمار والعماره. يعني العماره تلقاها مرسوم فيها رسومات ثقيله جدا جدا برا في الواجهه بتاعتها، نفس الحاجه دي ونفس نقول احنا الحليات في الموسيقى ظهرت في المؤلفات الموسيقيه، يعني بجد كان في شيء متزامن. في السودان نقدر نقول الموسيقى العسكريه، الموسيقى العسكريه لان هي موسيقى قامت على علم ومؤسسه على علم، يعني منذ هذا الاستعمار وتكوين فروع الجيش في السودان اللي هم كانوا بيدرسوهم الانجليز، فتخرج منهم اسامي معروفه كبيره جدا على راسهم المرحوم احمد مرجان. فديل كانوا اولاد الانجليز او طلبه الانجليز تعلموا منهم العلوم الموسيقيه، كانوا بيقدموا مقطوعات موسيقيه في الوقت ده، لكن ما في كان بيقدر يستوعب او ما القصه ما استمرت. في نفس اللاين نقدر نقول في الخط المدني ظهروا ناس واستاذ براهيم الضفاع الله، بشير عباس برضه كانوا بيعملوا مقطوعات موسيقيه. للاسف الاعلام برضه كان ما بيديها الفرصه الكامله، يعني المقطوعات دي غاليه وما كانت تقدم في الاذاعه وحتى اليوم، يعني بتقدم لمساله ربط برنامج ببرنامج، يعني ما بيقدموا المقطوعه الموسيقيه مثلا المروج الخضراء تاليف المصغار الراحل براهيم. لكن جل الجيل اللي بعدهم اللي حمل الرايه المحي سليمان انس العقب، يعني حملوا الرأي وحاولوا أن يطوروا في هذه الأشياء وبامتدادكم. يعني السمندل بنفس في نفس الاتجاه، إحنا ما غيرنا، يعني كنا برضو نقدم موسيقى بحتة فرقة السمندل كويس، لكن بفتكر أنه الموسيقى البحتة حتى على مستوى السوق، يعني على مستوى الشغل بتاع الشرايط والكاسيت، دائما شركات الإنتاج بتحبس الشرايط اللي فيها غنى، مجرد ما يكون في شريط موسيقى بحتة بيقول لك والله يا أخي الناس ما بيشتروه وما بعرف كيف كلام زي ده. طيب أنت كمحترف في مجال الموسيقى، أيهما أقوى برأيك، العزف المنفرد ولا العزف الجماعي؟ العزف المنفرد طبعا ده بيحتاج لمهاره عاليه جدا جدا، يعني مثل العزف الجماعي اللي لما تكون في فرقه موسيقيه يعني تتكون من كمانجات، تتكون من الات ثانيه مثلا اكورديون اورج درامز. هنا اي عازف في داخل الفرقه بيكون عنده دور معين، دور وظيفه معين للاله بيقدمه. لكن لو مسكت مثلا الكونشيرتو، مثلا الكونشيرتو هو عمل بتكون فرقه موسيقيه قاعده بتعزف، وبدل يكون فنان بيغني بتكون في اله واحده بتغني والاوركسترا بتصاحبها، ده اسمه بلغه المصطلحات الموسيقى كونشيرت. فده محتاج للعازف الماهر، او بلغه الموسيقى بيقولوا العازف الفيرتيوس اللي هو العازف الماهر المتمكن من آلته، اللي بيقدر هو لما يقيف يوازن المستوى بتاع الاوركسترا الشغاله معه لما يكون اضعف منها في الاداء. وفي السودان عندنا تجارب ممكن تكون بالفطره يمكن تكون مقصوده، يعني في تجارب بتاعت استاذ حافظ عبد الرحمن محترم جدا فكرته. انا ذاتي بقدم يعني شغل بالجيتار وبكون معي الفرقه شغاله. We'll be right back.
اختيارك للعزف على آلة الجيتار تحديدا سببه شنو؟ ما عارف، لكن برضه برجع يعني فترة الثانوي العام، والوقت ده كانوا بيجوا الفنانين في مدني، الفنانين الكبار ناس محمد الأمين ناس محمد وردي، فكانوا بيجوا دائما مسرح الجزيرة بيعملوا حفلات، ده غير الفنان بيجي يعمل حفلات في بيت الأعراس، فأنا استهويت الآلة دي من عازفين كانوا بيجوا مع هؤلاء المطربين، وحبيت الصوت بتاعها وقصة السماعة والكهرباء، وبعد ذاك يعني خلاص بقيت موضوع عامل جيتار، وده السبب اللي غادي قلت لك ان انا اعمل جيتار من صفيح يعني. فحبيت الاله يعني، انا الفتح حسين جيتار والجيتار والفتح حسين، ده بالنسبه في حياتي انا. الفنون معروف انها من الموسيقى تحديدا من الفنون الرفيعه التي يمكن عبرها ان نتواصل مع الاخرين. هل يمكن ان تكون الموسيقى فعلا ناطقه بلسان امه بحاله؟ نعم، انا افتكر اذا اردت ان تعرف حضاره امه ما فاستمع الى موسيقاها. يعني افتكر الموسيقى هي بتعبر عن تطور الشعب، وبتعبر عن البيئه حقت الشعب شكلها شنو. فكل الموسيقى كانت متطوره، ده معناتها الشعب او البيئه الناتجه من الموسيقى دي بيئه متطوره، وكل الموسيقى كانت بدائيه معناتها هي بتعبر عن البدائيه حقت الحته الجايه منها. البعض يظن ان الايقاع او السلم الخماسي الذي نعمل به في موسيقانا قد يعيق من وصول هذه الموسيقى الى الاخرين. بتفتكر انه بيضيف لنا ولا بياخذ مننا؟ انا افتكر طبعا المقوله دي قالت كثير جدا جدا في السلم الخماسي، ده كلام غلط. يعني السلم الخماسي اصلا هو ما كان عارف في انتشار الاغنيه للعالم. اول حاجه احنا بنعمل مقارنه بالعالم. يعني العالم الليله ان احنا اذا زمان ما كان في قنوات فضائيه مثلا، الناس كان بيعمل التلفزيون حقا والسودان ده وبس. طيب المسألة أصلا تغيرت تماما في العالم، بقت المسألة بتاعت الموسيقى دي هي ذاتها اندستري اوف ميوزك، هي صناعة، كيف بيصنعوا النجم، كيف اللي هو دي مثلا مربوطة بشركات الإنتاج. الفنان مهمته محصورة في أنه هو يألف موسيقته ويختار شعره ويلحن يوزع يقدم المادة بتاعته. في جهات تانية هي المفروض تاخذ هذا العمل وتديه بوش لقدام. يعني احنا بنفتقد المادة السودانية حقتنا في المكتبات برا. يعني حتى في القاهرة القريبة دي لما نخش دكاترة الكاسيت والأشرطة ما بتلقى موسيقى سودانية إلا في مكان واحد أو مكانين، واحد في وسط في وسط البلد والثاني ما عارف وين، ديل بيبيعوا الموسيقى السودانية. أن إحنا 200 تكون عندنا أشرطة موجودة برا مع رصفائها من الدول الأفريقية، لأنه ده مثلا شروط سوداني. أن إحنا مشكلتنا الأساسية مش السلم الخماسي، إنما شركات الإنتاج اللي بتفكر بمسألة بتاعة طموح أوسع. نعم أنا ما ضد شركة الإنتاج فإنها هي يعني ما تربح، لانه هي اشتغلت المفروض تربح، لكن لما التفكير يكون تفكير حتنتج الشريط او اسطوانه سي دي عشان تبيعه للسودانيين هنا، او بالكثير حتشيله تبيعه في الامارات وحتحطه في اماكن سودانيه هناك عشان يشتروا السودانيين، ليه ما يكون مطروح في عده اماكن موجوده. طيب دكتور فاتح، يعني طالما انت معني بهذا الهم واصبحت الموسيقى والفنون عموما صناعه، هل كل مقومات الصناعه ما زالت موجوده عندنا، ولا هناك فقط غير مسألة الإنتاج اللي بتكلم عنه دي في مقومات أخرى نحتاج أن نعمل عليها أكثر؟ الجدية بتاعت الفنان ذاته، يعني الفنان برضه المفروض يكون جاد، بمعنى أنه يعني يفكر في حاجاته كويس. أنا ما أقدر أذكر أشخاص معينين، لكن يعني بفتكر أنه الإنسان لما هو يحاول يمشي أطرق دروب ثانية غير السودان ويحاول يشارك أو يسجل أو يعمل فيديو كليب، ده اللي بيساعد في أنه ينشر برضه المادة حقتنا الموسيقية السودانية. فالمسألة عندنا في السودان محتاجة لزمن، يعني لا في سلم خماسي بعيق ولا أنا أرضى ولا يعني يكون دي مثلا جريمة إذا في إنسان فكر في أنه يغير السلم الخماسي عشان أنا أرضي به الثقافة حقت الغير عشان هو يسمعني. طيب هو إيش معنى فرض نفسه علي وأنا سمعته؟ يبقى أنا أفرض عليه نفس المادة الثقافية حقتي بكثرة التكرار وبالتجديد. أيوة. يمكن أن يعني يستمع إليه. يعني بتجينا شرايط عربية بنشتريها، بوب مارلي بيجينا، أي زول من برا بيجينا، شرايط موجودة في السيدات في السوق. أنا إحنا ليه بنفس المستوى ما عندنا البلد؟
المشاركات الخارجية في المهرجانات الموسيقية بتأتي عبر دعوات شخصية ولا هي مبادرات فردية من قبلكم؟ اوكي، في مهرجانات طبعا بتقدم دعوات رسمية، بمعنى انه ما بتحدد الفنان منه، المهرجان ما بتحدد الفرقة منه، كلها مثلا خطاب بتمشي للسفارة السودانية في الدولة المعنية بالمهرجان، والسفارة بتحولها للخرطوم هنا يتم الترشيح من الداخل على وزارة الثقافة للحتات تحت الاختصاص. وفي دعوات بتتم بشكل مباشر مع الموسيقي او الفنان، فانا ممكن اكون في الجزء الثاني يعني، لكن انا سعيت للمساله دي يعني. انا ممكن مهرجان الاوبرا اللي انا بشارك فيه كل مره دي يعني انا مقدم فيه عشان ما اشارك من سنه 95، وده كانت غيره لانه انا كنت بحضر المهرجان ده عن طريق الصدفه يعني، بحضره كل سنه وبشوف انه ما في فن سوداني بيقدم، الدول كلها موجوده وده مهرجان ثقافي، بقول ما في تنافس، ما في اول وثاني عشان الواحد يخاف ما يشارك يعني. ليه احنا ما نشارك؟ ليه ما يكون عندنا وجود في الاوبرا باعتبارها هنا اكبر مركز اشعاع في الوطن العربي يعني؟ وابتديت انا اقابل المسؤولين هنا في دار الاوبرا وعرفت الشروط شنو، الا ان وافقوا لي بعد 7 سنين، وافقوا لي سنه 2002 فان انا اشارك. سبقني بيطلبوا مشاهده بعض النماذج طبعا الموسيقى والاستماع عليها في الاوبرا. ايوه يطلبوا الماده كلها، السيره الذاتيه، وعندهم لجان بتشوف انه هل الماده دي يعني قيمه انها ممكن تطلع على المسرح الاوبرا وتقدم ولا. هم بالمناسبه صعبين جدا جدا في الاختيار يعني، حتى المصريين ما بيلقوا فرص في ان هم يقدموا يعني مادتهم في دار الاوبرا الا عبر قنوات وعبر يعني استماع كثير للماده بتاعتهم. سبقني في المشاركه في مهرجان الاوبرا الاستاذ الشرحبيل احمد، يعني قد يكون اول هو سوداني شارك في مهرجان الاوبرا الصيفي 2001. انا وافقت دار الاوبرا اشارك سنه 2002، واول مشاركه انا شاركت فيها يعني وفوجئته يعني، الوقت ده كان معانا 70 فرقه مشاركه في المهرجان ده، ففوجئت في نهايه المهرجان بانه تم اختيار 7 فرق من 70 دي وحتكرم من قبل دار الاوبرا وانا كنت واحد منهم. فحقيقه المزرعه انا كنت افتخر بالمزرعه دي مش عشان انا الفادي حسين، لكن كنت افتكر ده يعني ده نصر للموسيقى السودانيه من يعني في شخصي انا يعني، كونه موسيقى سوداني لان اول موسيقى سوداني يكون في دار الاوبرا، ومعايا الفنان محمد منير، المطربه انوشكا، موسيقار فتحي سلامه، يعني كنت واقف مع النجوم انا. فيعني كنت افتخر بقول هو فنان السوداني احنا بنخاف عليه واحنا متواضعين فيه، لكن هو لو ان احنا قدرنا اديناه دفعه وطلعنا به وشغلنا مهرجانات فنان السوداني ده حيكون مقبول. هل احسست ايضا بتجاوب من الجمهور الموجود مع المعزوفات والمقطوعات الموسيقيه السودانيه؟ هو طبعا يعني شوف مهرجان الاوبرا بالتحديد وبالذات دار الاوبرا، يعني دار الاوبرا دائما احنا بنلاحظ انه حضور السوداني يكون اكثر من الحضور الاجنبي او العربي، رغم انه اجانب وجار وجروب وصول ويكونوا مبسوطين جدا جدا وبيعملوا معنا حوارات واي شيء للاجانب يعني. Thank you.
تنجح الفنون كثيرا فيما تعجز عنه السياسة والموسيقى تحديدا، نحتاج لها في كل بقعة من بقاع السودان لتحقيق التناغم والانسجام. ما دوركم أنتم كمعنيين بهذا الأمر؟ يعني مسألة الموسيقى في حد ذاتها ده عالم براو، يعني ممكن بالموسيقى، يعني ما في موسيقى بتعمل حرب يعني، أو ما في موسيقى بتعمل مشاكل، أو ما في موسيقى بتعمل مشاكل سياسية. الموسيقى حتى لو في خصمين متشاكلين، مجرد ما أنا أشغل لهم موسيقى هم بيسمعوا الاثنين، يعني ما حيكونوا ضد بعض من الأحوال، أو لأن الخصم ده سمع أنا ما حاسمع عشان سمع. فهي اللغة بتخاطب الوجدان بشكل مباشر، بتخاطب العقل بشكل مباشر. إحنا كموسيقيين طبعا لابد نكون مربوطين بالواقع بتاع البلد، بالشيء الحاصل، بالرغم أنه مرات ممكن يعني السياسات بتاعت أي دولة ممكن تأخر التطور بتاع الموسيقى، ممكن، وفي بعض الدول ممكن تساهم وتدعم هذا المشروع اللي اسمه الموسيقى، عشان الموسيقى حقها تمشي لقدام، عشان تتربط المسألة بأنه إذا أردت أن تعرف حضارات أمة ما فاستمع إلى موسيقاها يعني. فإحنا في السودان طبعا بقدر أقول بيحصل تأرجح مرات كويس، مربوطين، إحنا مربوطين بالوضع السياسي، مربوطين بالوضع الاجتماعي بتاع الناس بمعيشتهم. يعني انت لا يمكن انه اللي تقدم موسيقى ولا غنى في ظل الشعب مرات يمكن يكون جعان ما حيسمع موسيقى، لانه تفكيره حقيقي كله في الدواء وفي العشاء وفي اللكي وفي مشاكله الاجتماعيه هو. فالمساله مربوطه بتطور المجتمع زي ما ذكرت لك قبل، كل المجتمع ارتقى، كل ما يعني خلاص نخلي الحياه القديمه بتاعت الامراض وشنو والاوباء دي، العالم كله هسه بقى ما في حاجات زي دي الا حاجات بتجي كارثه يعني انفلونزا الطيور وبتاع زي دي. نتطور نفسنا احنا في الاول، بعد ذاك بيكون الموسيقى مربوطه بالتطور ذاته اللي بيحصل. يعني انا اتمنى في السودان تكون في مسارح، تكون في مسارح في الاحياء، يكون في يوميا عروض موسيقيه، يكون في يوميا فيها تثقيف للناس. يعني هذا الواحد كان بيشوف في اوروبا او في روسيا بالتحديد، يعني اي حي فيه مسرح والمسرح ده يوميا فيه يا عرض مسرحي او موسيقى للاسر بيجي يحضروه مجانا. ليه انا في السودان يكون في كلام زي ده؟ ليه مسائل تكون مربوطه بحفلات معينه يا المسرح القومي او قاعه صداره الضباط؟ يعني انا امل انه يعود مهرجان خرطوم الدوليه للموسيقى، وقف ليه المهرجان ده كان نافذ الى احنا العالم، المهرجان ده وقف تماما بعد ما اثبت نجاحه واصبح معروف عالميا. لماذا وقف؟ ما عارفين، سؤال موجه للزول اللي وقفه حقيقه. يعني ليه وقف المهرجان ده؟ يعني افتكر انتم معنيين بهذا الامر، ما نحن نعمل شو يعني؟ خلاص في قرارات بتجي ما عزم بنفس القدر. يعني يجب ان تعلموا انه القرارات دي بتنتج عن شنو. هل ما قام بالاثر اللي كان مطلوب منه ولا المشكله في الناس اللي بيقوموا به؟ يعني انا ما عارف، لكن انا كنت في روسيا انا اكتشفت انه مهرجان الخرطوم الدولي للموسيقى توقف بقانون قام وزارة الثقافه وبامر وزارة الثقافه. ربما هم كسياسيين كان عندهم نظره معينه للشغل حق المهرجان ده عشان كده وقفوه. لكن انا اسي كلامي فانا بحلم بانه هذا المهرجان يعود مهرجان الخرطوم الدولي للموسيقى. تحلم ولا تعمل على ارجاعه؟ ما انا لو في يدي في القرار برجع بكره كويس. لكن بحلم الجهات المسؤوله فانا ترجع لنا مهرجان الخرطوم الدولي. لديكم كيان نقابي ولديكم كيان رسمي بيطالب بكل ما تحلموا به وكل ما تعملوا من اجله، اذا بالتالي يمكن ان تحققوا ما تطلبوا. الكيان الرسمي احنا كنا طبعا اتحاد الفنانين، كان اتحاد الفنانين ده كان عباره عن مسجل في جمعيه خيريه اهليه، يعني ما حته تتخذ قرار اتحاد الفنانين بوضعه السابق. اتحاد الفنانين هسه في خلال الشهور الاخيره دي حيتحول او ابتدت الاجراءات حيتحول الى نقابه المهن الموسيقيه او الاتحاد العام للمهن الموسيقيه. اذا الدوله اجازت هذا الدستور بتاع الاتحاد الجديد ده يبقى الاتحاد بعد كده حيكون عنده هو السير، ممكن ان يكون فعال اكثر. نعم، هو بعد كده بخطط لمجال الموسيقى لانه حتصبح مهنه محترف بها من قبل الدوله. يعني حينظم المهنه حقت الموسيقى بشكل بتاع بطاقات يحفظ لكم يحفظ حقوقنا ويطالبكم ايضا بواجبات اللي بنقوم بها. طبعا بالتاكيد بالواجبات دي، انا بتكلم عن المشاريع اللي بنقوم بها. يعني بعد ذاك يعمل لنا المهرجانات، يدعو فروق من برا، يود فروق من هنا يود برا، راح يكون دي قانون قائم بيحكم فئه معينه من المجتمع اللي هو الفنانين والموسيقيين بشكل عام. انتقل لجانب اخر، التنوع الثقافي الكبير في السودان وبالتالي تنوع في المضامين الموسيقيه. هل هذه المساله تثري عملية السلام اللي بنصبوا لتحقيقها ولا بتصعبها لنا أكثر؟ السياسية طبعا هتقوم على أبعاد معينة كويس، وبتكون في خلافات دائما هم بعرفوها كويس السياسيين، فأنه ليه السلام ما يقوم لآخر السلام دي حاجات هم بعرفوها تماما. أنا بقدر لأن أنا ما سياسة حقيقة كويس، يعني مثلا أنا عادي جدا بقرا الجرايد اللي حاصل شنو في المجال بتاع السياسة، لكن في الفنون ما أظن يعني تحصل مشكلة.
بدل الليلة إذا إحنا عزفنا إيقاع السيرة، الجنوب بيرقص عليه ومن الشرق بيرقص عليه وأيضا بيرقص عليه، برغم في مشاكل حاصلة. إذا عزفنا إيقاع النجارة كل السودان بيرقص عليه، يبقى ما حتكون مشكلة أصلا في مسألة الموسيقى. بالعكس أنا إحنا أسي بفتكر الجيل بتاع من السمندل وبعده عقد الجلاد والفرقة الزهرة دي كلها قامت على النهج من أنها تأخذ من الإرث الموسيقي الغنائي السوداني. هناك من يقول أن السياسة تتحول من الوجود بالقوة للوجود بالفعل عبر الفنون، ما ردك؟ دي في لفشة التنظيمات بقدر أقول، يعني يكون في تنظيم سياسي معين ممكن هو عنده كوادره الثقافية اللي ممكن هو برضو يفرضها على الناس فرض، بمعنى يأهلها على حساب مبدعين آخرين. وأنا أفتكر الإبداع عموما مجرد ما ينطبق بتنظيمات سياسية مات، يبقى ده ما مبدع حقيقي، لأن المبدع الحقيقي يفترض أن يتعامل مع هموم وخضايا الشعب السوداني كله أو الشعب بتاع أي دولة ناهيك عن السودان. يعني المبدع الحقيقي هو اللي يتخاطب مع وجدان الشعب بشكل عام. كنا في حوار الموسيقى والفكر مع الموسيقار السوداني العالمي الدكتور الفاتح حسين. عزفنا بلقائنا معه لحونا امتزجت بنسيم الوطن فخرجت أنغاما وترية الإيقاع، حلقت في أجواء مليئة بالفرح حاضرا وبالأمل مستقبلا فنا وسياسة.